التوطين بين مطرقة الأنظمة وسندان القطاع الخاص يحوم الشباب بعدة مشاكل، فيقول آخرون أن كرسي المسؤول يدور وتبقى هذه المشكلة عالقة لم تحل. وزير العمل مهندس أحمد الراجحي ابن القطاع الخاص يحمل معه تطلعات الشباب وطموحهم، الذي طبعا تعززه رؤية الوطن والعمل المستمر ينتظر تحقيقه. بكل تأكيد الشباب السعودي في القطاع الخاص اليوم نتناقش عن أبرز المشكلات وأيضا العلاج. للحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع القديم المتجدد المهم جدا بكل تأكيد ينضم إلي بداية من جدة زين العابدين فلاتة، نائب رئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة ومتخصص بالموارد البشرية بالقطاع الخاص. أيضا ينضم إلي المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة العمالية وعضو المجلس التنسيقي للجان العمالية بالمملكة، كما ينضم إلي هاتفيا مدير عام التطوير وتصميم برامج التدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ محمد الشويعر. حياكم الله جميعا. في البداية أبدأ معك أستاذ زين العابدين، يعني لما نتحدث عن مشكلة الشباب السعودي والقطاع الخاص، يعني هناك ثلاثة أطراف في هذه الإشكالية: الشباب السعودي، القطاع الخاص، وأيضا وزارة العمل. تبادل في الاتهام، الكل يحمل الآخر المسؤولية، كيف تقرأ المشهد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم وأشكر الضيوف المتواجدين. أول مشكلة أنت تكلمتها، يعني دائما إحنا بنذكر يعني المتقدم نفسه الباحث عن العمل، يعني احنا لا. بنجد انه في يعني بنضع، انا امانه نضع اللوم عليه اكثر لانه هو العيل انه ما عارف يتوجه ايش الشيء اللي مناسب لشخصيته، اللي هم الشباب. اي الشباب ما هو عارف ايش الشيء اللي بيناسب لشخصيته، فين بيكون مبدع وبارز. فهذه مشكله بالنسبه له، فبيتجه للوظائف اللي ما بتكون مناسبة لشخصيته، فبتصير عندنا الفشل، واللي دائما بيقولوا الناس الشباب ما بيستقروا، إنتاجيتهم ضعيفة، فيعتمد أكثر على المتقدم. طبعا ما نلوم، يعني ما نشيل اللوم على القطاع الخاص، لأنه في عملية تقييم شخصية بتساعدهم نعرف هذا الشخص حيستفيد من هذا، هل هذه الوظيفة مناسبة لشخصيته أو لا. في نفس الوقت نتمنى إحنا من القطاعات الحكومية إنهم يطوروا من الثانوية، نبدأ نشتغل في عملية إنه ندرب الشخص أو نجهز الشخص. أنت وش رأيك في البرامج حقت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الشباب؟ تعتقد أنها مناسبة وأيضا تلبي احتياجات القطاع الخاص؟ يحتاج لها كثير من التطوير. يعني نبدأ إحنا في المدخلات، يعني اليوم مثلا في نتكلم على برامج التدريبية، التدريب المشترك، أنت بتدخل الناس لأنه كلهم يتوقع أنه هذه فرص وظيفية، مثلا في تخصصات السلامة التخصص مطلوب، بس الشخص هذا مو مناسبه هذا التخصص. فاحنا بنتكلم على اختيار الكفاءات اللي ندخلهم في هذا البرنامج التدريبي. بالنسبة الآن تكلمت طبعا عن وزارة العمل والشباب طبعا مقبلين على الوظائف، بالنسبة للقطاع الخاص دوره أيضا في هذه الإشكالية؟ الدور جدا كبير، لأنه بيختار من البداية غلط. شلون يختار غلط؟ من البداية بيختار غلط، ما بيعتمد آليات العالمية اللي اليوم موجودة، إنه أنا قيم هذا الشخص ووجه شخصيته في المكان المناسب، فدوره مرة كبير. فهو من بيمشي بالغلط مع ضغوطات السعودة والتوطين والاحتياج، فبيشتغل بدون منظومة علمية، فبيشتغل الشغل العشوائي، فهذه العشوائي بتنتج منه أخطاء وبتضر المؤسسة القطاع الخاص، وبتضر الباحث عن العمل، وبتضر الوزارة العمل، بتضر الاقتصاد الوطني. فعليا تعتقد أنه الكثير من القطاع الخاص يمشي بهذه العشوائية أيضا في مسألة نسبة التوظيف؟ نسبة 85 إلى 90%. أوه رقم كبير. أستاذ مهندس ناصر، ما رأيك بحديث طبعا الأستاذ زين العابدين فلات فيما يتعلق بالقطاع الخاص أنه 80 إلى 90% منهم غير محترف، وأيضا آلية التوطين والاعتماد على الإنسان في الوظيفة يقومون بها بشكل غير محترف؟ بداية أرحب فيك وأرحب في الأخ زين العابدين، ومدام إحنا بدينا في مناقشة سوق العمل، يجب أن نعرف أنه سوق العمل يتكون من ثلاث أطراف رئيسية اللي هي أصحاب العمل والحكومة من طرف وزارة العمل والعاملين. المشكلة أن إحنا دائما يعني لما نتكلم عن مشاكل التوطين ومشاكل السعودة،
نتكلم عن الطرف الأضعف دائما اللي هو الموظف أو العامل. صح. مع أنه إحنا عارفين أنه أصحاب العمل لديهم غرف تجارية ولديهم من يدافع عنهم ولديهم من يقوم بمصالحهم. نعم. ويهتم في تحقيق البيئة الجيدة للاستثمار. نعم. الحكومة طبعا هي المشرع وهي يعني من يسن القوانين ولديها ما صلاحياتها في وضع الأنظمة، ولكن الموظف أو الموظف السعودي بالذات يعاني معاناة كبيرة من هذا الإجحاف في حقه. الآن لما كل ما نتكلم عن السوق ومشاكل السوق نتكلم عن الموظفين غير قادرين، موظفين غير مؤهلين، هذا غير صحيح. يعقل هذا الحديث؟ يعني احنا كموظفين وزملائنا في الشركة لا يعقل نهائيا، لانه اذا كنا نتكلم عن المصالح ونتكلم عن وطننا، نبغى نبني الوطن بالرؤية الحديثة، يجب ان نتكلم عن بناء الموظف السليم في المكان السليم. يجب أن تكون القطاع الخاص يتحمل مسؤوليته في تطوير الموظفين. نعم. يجب يتحمل مسؤوليته في توظيف هؤلاء الموظفين في الأماكن الصحيحة. الآن لما أنا كاني سمعت أنه قال نسبة 80%، أنا ترى مو واضح الصوت قبل شوي، لكن 80% غير صالحين أعتقد حاجة زي 90% من 80 إلى 90% من الشركات في القطاع الخاص غير محترفة وآلية التوظيف فيها عشوائية. ويعني استشف من حديث الاستاذ زين العابدين فلات انه ما في تقدير للانسان انه قادر على العطاء. يعني تفضل. انا اتفق مع جزء من هذا الكلام، انه فعلا في عندنا في الشركات في عشوائيه في التوظيف، والدليل لا يوجد لديك في الشركات المتوسطه والصغيره شركات لديها لوائح عمل رسميه. نعم. معتمده في وزاره العمل. لذلك انا من ضمن المبادرات وزاره العمل ذكر انه يعني يسن لائحه تنظيميه تكون عامة وتفصل حسب القطاع وحسب الشركة. جيد. حتى يعاد تنظيم السوق، يعاد تنظيم. أنت رأيك بمبادرات وزارة العمل في حل هذه المشكلة؟ أنا خليني أكون صادق معاك، أنت ذكرت في بداية التقرير أنه مشكلة التوطين مشكلة يعني قديمة وأزلية، وكثير من المسؤولين يعني. نعم. جاء مسؤول وراح مسؤول وما زلنا في نفس المشكلة. جي. لكن أنا اللي جذبني في المبادرات الأخيرة تقريبا 68 مبادرة. أيه. منها تقريبا 20 مبادرة للأفراد اللي هم الموظفين و33 للمنشآت. نعم. طبعا لو تلاحظ أغلب مبادرات الوزارة كانت في صالح المنشأة. احنا ما عندنا مشكلة في الإجراء، لكن يفترض أنه هذا محفز للشركات وللمنشآت القطاع الخاص في موضوع دعم التوطين. طيب. نعم. بنرجع لوجهة نظرك، وطبعا أقرأ أنك تراها إيجابيا في أنها تكون لتحفيز القطاع الخاص، لذلك لنقوم بدورة في التوطين. ينضم إلي مدير عام تطوير وتصميم برامج التدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ محمد الشواعر. أستاذ محمد، بداية الأسئلة لك، يعني عن مدى جودة البرامج اللي قدمها الصندوق أيضا وزارة العمل لتأهيل الشباب، لأنه كان هناك يعني شبه اتفاق أنه ما في ثقة من القطاع الخاص من خلال حديث أستاذ زين العابدين فلاتة والمهندس ناصر الجريد بالشاب السعودي، وهناك عشوائية في مسألة التوظيف واختيار الموظف. البرامج ماذا قدمت في هذا الجانب؟ أسعد الله مساءكم جميعا وبضيوفك الكرام. حياك الله. في الواقع طبعا التدريب ومحكات التدريب هذا أمر بلا شك يعني يكثر نقاشه، وصندوق تنمية الموارد البشرية يعنى كثيرا في الواقع قياس أثر التدريب وقياس جودته كذلك، حتى يقدم التدريب المناسب. وكما تعلم أن التدريب سيكون مختلف من سنة إلى أخرى على حسب احتياجات السوق ومتطلبات واحتياجات كذلك الباحثين عن العمل. في الواقع نحن في صندوق تنمية الموارد البشرية بين الباحث عن العمل وبين صاحب العمل، ونحاول أن يعني نقلل الجاب اللي بينهم، وخصوصا مثل ما ذكر ضيفك الكريم زين العابدين. نعم. قضية 80 و90%، أن نحاول في الواقع في هذه البرامج أن نصقل الشاب السعودي ونقدمه للقطاع الخاص بحيث يعني يريه الكفاءة الجيدة. لدينا برامج في الواقع كثيرة تساعد الشاب السعودي على إبراز نفسه وإيضاح قدراته التي قد لا يراها القطاع الخاص بشكل واضح. جي. نعم. أستاذ طبعا بنجي للبرامج، يعني أستاذ محمد أنت ذكرت أنه في فجوة ما بين طبعا الشاب والقطاع الخاص، عمل كل الوزراء يعني مثل ما ذكرنا يأتي وزير ويذهب وزير على حل هذه الإشكالية، إلا أن أزمة عدم وجود ثقة، ونرجع نفتح هالملف النقاش بعد كل حقبة أو وزارية. الآن الوزير الجديد ماذا لديه لحل هذه الفجوة، وهل تم تحديد أيضا أبرز المشكلات؟ يعني إحنا حتى في وسائل الإعلام نبغى نعرف هل هي عدم ثقة أو ما إلى ذلك، هناك تحديد أيضا عندكم
في الوزارة لأهم المشكلات ويتم العمل عليها مباشرة. خطة أيضا موضوعة خصوصا نحن ماشيين مع الرؤية أيضا رقميا أنه كيف يمكن أن تسهم هذه المبادرات في حل الإشكاليات على أساس ما يعود الحديث حول عدم جودة وأيضا جدوى المبادرات الموجودة. تفضل. نعم طبعا الفجوة هذه قد تكون موجودة فعلا وقد تكون وهمية في الواقع وقد وشلون يراها وشلون وهمية أستاذ محمد؟ نعم وهمية لأن قد لا تكون موجودة والتطبيق دليل على ذلك، يعني الممارسة الفعلية والعملية دليل على عدم وجود هذه الفجوة أحيانا، وإذا كانت موجودة فممكن يعني من خلال البرامج. أستاذ محمد لا عشان إحنا ما نروح للتكهنات، إحنا نتكلم على واقع عملي في أرقام صحيح. إحصائيات على أنها موجودة أو غير موجودة، إحنا ترى قاعدين ناخذ آراء الناس، كثير من الناس يقول والله عندي إشكاليات، ناخذ أرقام التأمينات، مستوى الرواتب صحيح. مستوى جودة الوظائف، مستوى تمكين أيضا الشاب السعودي، المؤهلات مقابل الوظيفة أيضا الموضوعة في القطاع الخاص، يعني إحنا بنتكلم كلام عملي أكثر من أنه ندخل في تنظير في مسألة أنها موجودة أو لا، لا في مشكلة كبيرة وأيضا معدلات البطالة أيضا تتحدث عنها. تفضل. أغلب ما يطرح سلمك الله هي الخبرة العملية للشاب السعودي. نعم. وأنها تنقص الخبرة العملية في أداء لمهامه، وأن المخرجات التعليم قد تكون جيدة ولكنها ليست كافية لسوق العمل. لذلك تم تصميم برامج تدريبية لسد هذه الفجوة وهي الخبرة العملية. جيد. والمبادرات اللي قدمت الأخيرة طب لو نتحدث عنها أيضا. نعم هي أحد المبادرات الأخيرة وهي التوسع في تطبيق برنامج وبرنامج تمهير، وبرنامج تمهير هذا التدريب على رأس العمل. نساعد الشاب السعودي، هذا البرنامج يساعد الشاب السعودي على الحصول على فرصة تدريبية في أحد المنشآت. نعم. سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي للتدريب. فهو يتدرب على رأس العمل وفق منهجية ومعايير وبرنامج تدريبي محدد تتراوح المدة من 3 شهور إلى 6 شهور. طيب. ولما ذكرت لك في قضية أحيانا قد تكون وهمية لقضية مثلا لو أخذنا قضية الخبرة، فلدينا أعداد في هذا البرنامج تم توظيفهم من خلال الشهر الأول أو الثاني من بداية هذا التدريب العملي في نفس المنشأة اللي تدرب عليه فيها. طيب خليك معنا أستاذ محمد، أبوجه حديثك أيضا تعليقا عليه للمهندس ناصر الجريد. يعني في وزارة العمل إلى الآن ينظرون أنه هذه الفجوات أو المشكلات أحيانا قد تكون واقعية وأحيانا وهمية، كيف ترد أيضا وكيف تقرأ عمل الوزارة في مواجهة هذا التحدي من جديد؟ لا احنا عشان نكون واضحين، يعني الفجوة موجودة وفعلية وليست وهمية، والدليل أنه ما زال لدينا بطالة عالية، نسبة التوظيف الموجود جدا قليلة. إذا تكلمنا عن سوق العمل الآن خلنا نتكلم عن التحدي اللي يواجه طالبين العمل، هناك تحديات كبيرة. الآن المبادرات جدا طيبة، 8 سنين نعم. المبادرة اللي وضعت، ولكن في نقاط جدا مهمة لم نتطرق لها. مثل يعني مثلا أعطيك مثال موضوع الأجور. الحد الأدنى للأجور الآن هذه من أكثر الأشياء اللي يعاني منها الموظف. أنا كموظف سعودي هل تريدني أتوظف بأي راتب؟ يجب أن يكون لي مرتب محدد معين بحيث أنه أنا أستطيع أن أعيش عيشة كريمة ويكون متوفر كل متطلباتي الأساسية التي تساعدك على العمل. أما إذا كنا نتكلم عن سوق مفتوح ممكن يعرض عليك 1000 ريال، ممكن يعرض عليك 10,000 ريال، طبعا هذا من الأشياء الغير متاحة طبعا. مثلا من نقطة ثانية نتكلم عن مادة 77 الآن تعتبر من المواد اللي سبب تعطيل أو تأخير برنامج التوطين. الموظف السعودي الآن يعني لا يجد الأمان الوظيفي لأنه مهدد في أي وقت لإنهاء عقده بدون سبب مشروع. طيب. وهنا المشكلة، ولا ما أدري أصلاً لماذا أقرت المادة 77 بما أنه المنشا أصلاً محمية من مواد أخرى. النقطة إذا سمحت النقطة الثالثة مثلاً. تفضل. ما زالت عندنا مشكلة اللجان العمالية لم تفعل في الشركات. يعني هل تعلم أنه عندنا مئات الآلاف من السجلات التجارية اللي لها مؤسسات وشركات تعمل في السوق، ولدينا أقل من 26 لجنة على مستوى المملكة. نعم. لجنة عمالية تعنى نعم. وهي الصوت الأساسي للعاملين، وهذا كان مطلب قديم طبعا. وما زالت الوزارة تسعى لتحقيق على جيد. بقية الشركات. نقطة مهمة أخرى هذه أشار لها الوزير وأنا أشكر أحييه على أنه انتبه لها، اللي هي موضوع ساعات العمل. ما زالت ساعات العمل تشكل عائق كبير أمام طالبي العمل. لما نتكلم عن إجازة يومين، يعني يوم السبت والجمعة، في هالحالة تقلل الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع العام، تسهل
انك انت تدرج الموظفين السعوديين في الاعمال القطاع الخاص. طيب وصلت النقاط في موضوع السعوده مهندس ناصر. طيب وصلت النقاط. أباخذ رأي أستاذ زين العابدين حول النقاط اللي ذكرتها، مستدني مستوى الأجور، أيضا تقرير التأمينات، يعني تحدث عن حوالي أكثر من 40%، يعني تحدث تقارير رواتب حول 3000 ريال قطاع خاص. ذكر أيضا المهندس ناصر المادة 77 المرعبة للموظفين في القطاع الخاص بكل تأكيد، أيضا اللجان العمالية اللي قد تستمع لبعض الإشكاليات للموظفين. أكيد أن هناك ممارسات في القطاع الخاص أيضا قد يقوم بها البعض وهي غير مهنية وأيضا غير نظامية على الموظف. تعليقك في هذه الجوانب وهل هي موجودة وأيضا كيف يمكن معالجتها؟ تفضل أستاذ زين العابدين. أكيد موجودة، بس خلينا نتكلم في أحد الأشياء المهمة من الوزارة. دائما إحنا بنركز نقول لك لما أنت بتصلح في حاجة أبدأ من الرأس ما تبدأ من الذيل. مشكلتنا إلى الآن أنا توقعاتي إنه إحنا بنبدأ في الوظائف اللي يقول لك باع وهذا، إحنا سايبين المدير العام وشبابنا عندهم ما يحتاج لهم تمهير، ما يحتاج لهم، في عندنا كفاءات، في عندنا قدرات. نيجي نتكلم في شيء انت بتفضلت فيه اللي يقول مستوى الرواتب يمكن التأخير اكثر. يعني في عندنا اليوم بنتكلم في العالم كله في قطاعات مالية بتساعد الشركات على التعثر، بتاخذ منهم فوائد، فنقدر احنا نرفع مستوى الرواتب. السوق يحرك الرواتب، يعني السوق اللي وصل الموظف اليوم يعني فيه بثلاثة وفيه بخمسة لنفس الوظيفة، فالسوق متحرك. بس احنا يعني دائما التمهير والخبرة وهذه بتيجي لما يكون الصف الأول والصف الإشرافي والإداري شو مواطنين. اليوم الحمد لله عندنا شباب بتعث وعندنا ناس خبرات جالسين، أنا أعرفهم كثير عندهم خبرات في جميع المجالات. هذه هي النقطة المهمة أستاذ زين، يعني يتحدثون عن أنه مشكلة كما ذكر طبعا أستاذ محمد شوائر أنه القطاع الخاص يرى عدم وجود الخبرات ويحتاجون إلى تأهيل. أجل الشباب اللي طلعوا ابتعاث السعوديين الذين يمسكون الآن أفضل المناصب، في لما نشوف أفضل الشركات أداء في السوق السعودية نجد العاملين السعوديين فيهم عددهم كبير ونسبة التوطين أيضا جيدة. بس فمن هنا من نحتاج كمان مجهودات أكثر من وزارة العمل في الضغط على القطاع الخاص، لأنه أنت بتيجي يعني زي ما كان نسوي على حسب الرواتب، التوطين بالرواتب بالخبرة. أنت بتلاقي أخ وافد وبيساعدنا في بناء البلد بس براتبه عالي، وتقدر تجيب بنفس الراتب مواطن بيساعد في الاقتصاد. هذا جدا مهم لأنه هو في الأخير بيدرب الصف الثاني. نعم. بيدرب الصف الثالث. هذا أهم من أنا أحسه يعني ما يقل عن برامج الموارد، صندوق الموارد. طيب. البشرية ما يقل. طيب. عن هذا جيد أستاذ. أخيرا أستاذ محمد أخذ مداخلتك الأخيرة، عندك تعقيب وتعليق على حديث طبعا الضيوف، وأيضا أسألك فيما يختص بالاهتمام بجودة الوظيفة أيضا توطين الوظائف القيادية، نظرتكم أيضا في وزارة العمل لمستقبل هذا السوق أستاذ محمد. سلمك الله. طبعا انا للاسف الصوت قد لا يكون يعني لم اسمعه بشكل واضح من الضيفين الكريمين، لكن انا لعلي اواصل حديثي حول برنامج تمهير بشكل سريع، لانه في الواقع هو امتداد للحديث السابق، وهو يعني كما تعلم ان يعني عنصر التطوير مسؤوليه مشتركه. نعم. وهو استثمار في الواقع في الموارد البشريه. ومن اهم الموارد والاصول المؤثره على اقتصاد الوطن. فيأتي برنامج تمهير هذا وهو تدريب على رأس العمل مدة من 3 شهور إلى 6 شهور لمشاركة أصحاب العمل والمنشآت في القطاع الخاص والقطاع الحكومي لإكساب الشاب السعودي الخبرة التي يعني قد تنقصه والتي يعتقد سوق العمل أنها تنقص الشاب السعودي هذه الخبرة، وهي في الواقع يعني لما نتكلم عن الحاجز ترى الحاجز هو من طرفين، حتى من الباحث عن العمل أحيانا يجد بنفسه هناك حاجز، أحيانا يكون نفسي للدخول إلى 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 القطاع الخاص. أستاذ محمد يعني أكيد أن الحديث يطول في هذا الجانب، شكرا أيضا لتجاوبكم معنا. أتمنى دائما في وزارة العمل خصوصا مع طبعا هذه الإدارة الجديدة في هذه الوزارة أنه تحل هذه الإشكالية، لأنه بكل تأكيد أمر مهم جدا تحديد المشكلات وحلها مباشرة حتى ننتهي من هذه المشكلة القديمة اللي قلنا أنها تتجدد وهي مشكلة كبيرة جدا. الأستاذ محمد الشواعر مدير عام التطوير وتصميم برامج التدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية، شكرا لك. أيضا أشكر ضيفاي من طبعا الأستاذ زين العابدين فلاتة رئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة والمتخصص بالموارد البشرية، أيضا أشكر ضيفي من القصيم المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة العمالية عضو المجلس التنسيقي للجان العمالية بالمملكة.